وفي البحث الموسوم ملامح الحكم الصالح للدولة الإسلامية عند الإمام علي عليه السلام في ضوء نهج البلاغة، دراسة تحليلية الذي اشترك في إنجازه السيد أحمد نظر علي التميمي والشيخ مهدي عباس الربيعي. إجابات وإضاءات معرفية تتعلق بهذا الموضوع المهم في هذا العصر بالذات، حيث الاستبداد والظلم والجور في أنحاء العالم. أطلب من سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله مهدي عباس الربيعي أن يتفضل مشكورا بإلقاء ملخص بحثه المذكور بما لا يزيد عن ربع ساعة، فنستقبله جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل سماحة الشيخ. الشيخ مهدي عباس حمدان الربيعي، ماجستير قانون خاص باختصاص قانون خاص، طبعا بحثه مشترك مع السيد أحمد نظر علي التميمي، ماجستير علوم سياسية تخصص الحكم الإسلامي. لهم العديد من البحوث مشاركين فيها في العديد من المؤتمرات، منها البحث الموسوم فلسفة التشريع في الخطبة الفدكية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام عام 22، وكذلك مشاركة البحثية في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي عقد في بغداد عام 23. أدعو الشيخ مهدي عباس حمدان الربيعي لإلقاء ملخص بحثه مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الذي فضل الإنسان بالقلم وعلمه ما لم يعلم ونور بصائر العلماء بأن جعلهم الحملة الأطياب للكتاب المتحملين للعلم والمعرفة والفضيلة والآداب. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الطيبين الأطهار. السادة الحضور مع حفظ المقامات والألقاب، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. كما أوضح السيد رئيس الجلسة والسيد المقرر، عنوان البحث هو ملامح الحكم الصالح للدولة الإسلامية عند الإمام علي عليه السلام في ضوء نهج البلاغة، دراسة تحليلية. وبنيابة عن الأخ الباحث السيد أحمد نظر علي التميمي، أتفضل عليكم بإلقاء البحث. كما هو معروض عليكم في الشاشة أن منهجية البحث قد تقسمت إلى الأقسام الثلاثة الظاهرة: التمهيد هو تعريف الحكم الصالح وبعده السياسي ومكوناته، ثم ابتدأنا بالمقصد الأول وهو معايير الحكم الصالح للدولة الإسلامية في ضوء نهج البلاغة، والمقصد الثاني هو مضامين هذا الحكم الصالح في نهج البلاغة، ثم الخاتمة التي تضمنت الاستنتاجات والتوصيات. وقبل البدء بتعريف الحكم الصالح، لا بد من نظرة عامة عن هذا الموضوع الحيوي المهم في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر في ضوء هذا الكتاب التأصيلي لعقائد الشيعة الإمامية وهو نهج البلاغة. فنقول أن موضوعة الحكم الصالح تشكل ضرورة سياسية مهمة في إصلاح الأنظمة السياسية، مما يجعلها ذات معايير متقدمة كالعدل والشفافية واستقامة العلاقة بين الحاكم والأمة،
مما يؤدي انعكاسه الظاهر في جميع مجريات الحياة العملية داخل وخارج إطار الحكومة. فمتى ما شخصت حالة الخلل في النظام السياسي واقترحت له الحلول المناسبة، فإن النظام قد وضع نفسه على جادة الطريق السليم لممارسة السلطة والحفاظ على الحقوق. وهذه النظرية بالتحديد، نظرية الحكم الصالح، قد نجد وجودها وتأصيلاتها في مصنفات الفكر، كما وجدنا ذلك في المصنفات الشيعية الأصولية موضوع الدراسة والرسالة. وقد وقع بحثنا في المصدر التأسيسي نهج البلاغة من خلال استخراج نصوص الحكم الصالح من مضامينه ومعاييره التي أشير إليها في مطاول البحث. وأما بالنسبة إلى التمهيد، فما خلاصته أن معنى الحكم والحكومة قد جاء بلفظ واحد، أي هما مترادفان من حيث المعنى السياسي لهما. وكذلك قد اتضح أن هناك علاقة بين الحكم الصالح والحكم الرشيد، لما لهما من علاقة وثيقة من حيث المبادئ والأهداف في تحقيق ما يتضمنه كلا المفهومين، حيث أن للحكم الصالح مبادئ وأبعاد سياسية واجتماعية وتقنية مهمة في إيجاد هذا الحكم وتطبيقه، حيث أن الحكم الصالح آلية تسعى إليها المواطنة الصالحة، إذ أن التضمين الفكري لأي فكرة تطرح بصورة خيالية بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المجتمع تخرج من أحد أبنائه نظرية أو فكرة شاذة. أما المقصد الأول، رعاية للوقت ندخل إليه مباشرة، نقول أن معايير الحكم الصالح في ضوء نهج البلاغة قد احتوى هذا المقصد على أهم معايير الحكم الصالح للدولة في نهج البلاغة، التي هي أولا الحق، ثم العدل، ثم التنظيم والتخطيط، ثم الرفق والشفافية. ونبدأ بالمعيار الأول وهو معيار الحق، إذ يعد هذا المعيار الحجر الأساس للحكم الصالح في نظرية الإمام علي عليه السلام، وبالأخص الجانب السياسي، إذ يكتسب هذا المفهوم السياسي وزنا وقيمة من ماذا؟ من مفهوم الحق، حيث تحدث عنها في موارد متعددة من نهجه المبارك، ومن أبرزها قوله عليه السلام: إن دين الله لا يعرف بالرجال، وإنما بل آية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله. وتنظيرا لهذه المقولة، نفهم أن مفهوم الحق هو مفهوم سامي يتجلى بصورة واضحة في الناحية السياسية، خصوصا من خلال تصرفات الحاكم وانعكاس ذلك على تفاعل الحكومة مع أفراد الشعب. فإن مفهوم الحق يتصف بالتعالي والرفعة، أي على الشعب أن يكافح من أجل محاربة الفساد، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهما. وكذلك قال عليه السلام: قد انجابت السرائر لأهل البصائر، ووضحت محجة الحق لخابطها، أي يجب على الشعب أن تكون نظرتهم للحاكم نظرة ثاقبة، وليفهموا تصرفاته وكلامه وخطابه، حتى يتبين لهم من أمر حاكمهم، حتى لا يختلط عليهم الحق والباطل. فالحق والباطل عنده مفهومان متنافران في القيمة المثالية في المجالات المختلفة، ولا سيما في الجانب السياسي. وننتقل إلى المعيار الثاني وهو معيار العدل، إذ أن العدل صفة الله تعالى وإرادته، وهو من صفاته، فقد كتب على نفسه العدل. وأن علاقة العدل بالسياسة علاقة وثيقة لتكوين سياسة صالحة، لأنه الأساس للسياسة الناجحة. فقوله عليه السلام: ملاك السياسة العدل، وقوله: خير السياسات العدل، وقوله كذلك: سياسة العدل ثلاث، لين في حزم، واستقصاء في عدل، وفضال في قصد. وننتقل إلى المعيار
الثالث وهو معيار الرفق، حيث قال عليه السلام في هذا المعيار: من حسنت سياسته وجبت طاعته، أي أن الحاكم عليه لابد أن يترفق مع رعيته، وهذا يكون موجبا لتوافق الرعية مع الحاكم بسبب رفقه معهم. وقال عليه السلام: نعم السياسة الرفق. وقوله عليه السلام: الرفق يؤدي إلى السلم، حيث أنه عرف السلم بأن السلم ثمرة الحلم، والحلم مقارب ماذا؟ للرفق. وقوله: من ساس نفسه بالصبر على جهل الناس صلح أن يكون سائسا. وننتقل إلى المعيار الرابع، وهو معيار التخطيط والتنظيم للحكم الصالح. يعد التخطيط والتنظيم في الأمور السياسية حجر الزاوية فيها، فهما اللذان ينتجان نظاما سياسيا صالحا منظما حسب الأطر القانونية والسياسية المرسومة لنظام الحكومة، وهو من المعايير التي ركز عليها عليه السلام، حيث ورد في وصاياه لولديه الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليهما قوله: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. وننتقل إلى المعيار الخامس، وهو المعيار الأخير، وهو معيار الشفافية، حيث أن الشفافية تأسست عنده عليه السلام على حرية تدفق المعلومات، فالعمليات والمؤسسات والمعلومات يجب أن تكون متاحة بصورة مباشرة لأولئك المهتمين بها. فكما أشار إلى سياسة الشفافية في الحكومة الصالحة التي أقرها مع قادة الجيش ورعاياه، حيث قال: ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا لدي في الحق سواء. رعاية للوقت، ننتقل إلى المقصد الثاني، وهو مضامين الحكم الصالح في نهج البلاغة. كم تبقى من الوقت؟ نعم. مضامين الحكم الصالح في نهج البلاغة، بعد أن تحدثنا عن أهم معايير الحكم الصالح في النهج، لابد أن نقف على مضامين هذا الحكم. فنبتدئ بأولها، وهو اختيار الحاكم الصالح، حيث أن من حقوق الرعية على الحاكم هو ما أوصى به عليه السلام لمحمد بن أبي بكر بقوله: اخفض لهم جناحك وألن لهم جائبك وابسط لهم وجهك وآس بينهم في اللحظة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عذلك لهم. فكان اختيار الأمير عليه السلام للحكام بناء على هذه المضامين في اختيار الحاكم لرعيته. وبعد هذا أشار إلى صفات من لا يصلح للحكم، حيث قال: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فتهلك الأمة. ثانيا، اختيار المستشارون والوزراء والجند، حيث أنه عليه السلام أورد في نهجه قوله إلى مالك الأشتر في وصاياه وعهده له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أما المضمون الثالث، وهو حرية الرأي والتعبير في حكمه الصالح عليه السلام، حيث أيضا ورد في عهده لمالك الأشتر هذا البعد في قوله:
والزم كلا منهم المحسن وألزم كلا منهم المحسن والمسيء ما لزم به نفسه. وقوله لئن فقد وأن توجيه الرأي العام والتعبير عنه بأسلوب النقد للسياسات العامة القائمة هو أمور من الأمور المرحب بها، حيث أنه ينقل أن ابن الكواء كان من ألد أعدائه، فقد اعترض عليه وقال لئن أشركت ليحبطن عملك، فرد عليه السلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستحملنك الذين لا يوقنون فهذا نموذج على حرية الرأي والتعبير عنده صلوات الله عليه. فكما لا يخفى عليكم أنه كان الأمير في معارضة شديدة من أبناء قومه، وكان قد أطلق الحرية لهم. المضمون الرابع وهو العلاقة بين الفرد والسلطة، حيث قال عليه السلام لأحد ولاته: فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء. ننتقل فقط إلى التوصيات، فقط التوصيات. نعم، أبرز الاستنتاجات في الخاتمة، نقول أن تبين لنا أن مضامين الحكم الصالح في نهج البلاغة من الناحية السياسية قد تمثلت باختيار الحاكم والعدالة في التوزيع، واختيار المستشارون والوزراء والجند، وحرية الرأي والتعبير، والعلاقة بين الفرد والسلطة. وكذلك بقي مضمون واحد وهو حقوق المعارضة السياسية كما نوهنا إليه. وأما التوصيات فنقول فيها: أولا، الأخذ والاستفادة مما جاء في نهج البلاغة من معايير ومضامين مهمة في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي انطوت كلها تحت نظرية الحكم الصالح لخدمة الأنظمة السياسية. ثانيا، أن الحكم الصالح بما يحمل من معايير ومضامين الذي عرفه النهج وبين ماهيته فهو فكرة سياسية رائعة لتحقيق حكم عادل. وبذلك ندعو جل الباحثين بل أجمعهم من أقاصي العالم للتعرف على هذه النظريات التي أبدعها أمير النحل روحي فداه، وخصوصا في الجانب السياسي الذي يعد الركيزة الأساسية لقيام دولة الحق. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به. وددت التذكير سادة الكرام أن المداخلات والإضافات في نهاية الجلسة إن شاء الله نخصص وقتا لها.